الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع 25 يناير وعيد الشرطة المصرية. إحساس جميل إنك شايل أمن وطن على كتافك وحاطط كل أولوياتك بعده. كل واحد فينا عنده عيلة، عيلة بيحبها بيحرسها ويحافظ على سلامة كل فرد فيها. عيلة دايما جواك حتى لو بعيد عنك، عيلة تقضيلها مصالحها ويهمك راحتها. تضحي بنفسك عشانها، تحافظ على حاضرها وتأمن لها مستقبلها. عيلة وقت ما تحتاجك تلاقيك، في أي وقت ومهما كانت الظروف. بالله العظيم هنحافظ على نظام الجمهورية وهنحترم الدستور. لكن أوقات كتير ظروف شغلنا مش بتسمح لنا نكون جنب عيلتنا، بس دايما بنكون مطمنين عليهم لأنهم جزء من عيلتنا الكبيرة. اللي كل واحد فينا أقسم على حمايتها وخدمتها هي رسالته، اللي بيأديها كل يوم بجدية بمسؤولية وبحب لعيلتنا الكبيرة. الشرطة المصرية في خدمة الوطن. وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق التهنئة إلى أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة العيد 67 للشرطة، كما وجه التحية لأسر شهداء الشرطة. وأكد توفيق أن تلك المناسبة ملحمة بطولية خالدة قادها رجال الشرطة في وجه المحتل، لافتا إلى أنها رسخت معاني عطاء لا ينقطع من رجال الشرطة الأوفياء الذين يحملون رسالة الأمن ويسطرون بدمائهم بطولات مشرفة لتحيا مصر آمنة مستقرة. أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن 2868 من الغارمين والغارمات و 4063 آخرين بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذا للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي سجون بلا غارمين أو غارمات. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع مصلحة السجون بمجمع سجون ترى بمناسبة الإفراج عن عدد من نزلاء السجون، وفي إطار الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير. وجهت وزارة الخارجية التهنئة إلى المصريين بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الوزارة في تغريدة على تويتر: في مثل هذا اليوم كان لأبناء مصر موعد مع التاريخ مرتين، فتجلت بطولات الشرطة بمعركة الإسماعيلية عام 1952، وأعلن المصريون عن تطلعاتهم لرسم مستقبل جديد عام 2011. وتوجه حافظ بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لرفعة الوطن. نشر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية تقريرا عن حفل عيد الشرطة 67 بحضور رئيس الجمهورية. نتابع: في ليلة زي الليلة دي كانوا الرجال سهرانين حلفين يصدوا الأعادي شرطة وفدائيين. 25 من يناير عام 1952 رمز متجدد لتضحيات رجال الشرطة، يحتفى به سنويا كعيد للشرطة المصرية.
فبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورموز الدولة المصرية كانت الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية لتخليد الذكرى 67 لبطولة الشرطة المصرية بالإسماعيلية في تحديها لصلف وغرور الاحتلال بإرادة وتحدي، روته محاكاة مسرحية بعنوان يوم التحدي، مزيج بين لقطات تاريخية لمعركة الإسماعيلية ومشاهد تمثيلية جسد فيها الفنانون أبطال المعركة في مقدمتهم اللواء مصطفى رفعت. درع أمان للناس. سير مصطفى، with all respect. بينما غرد الأطفال أنشودة عيون سهرانة. وأنشد طلبة كلية الشرطة معهم أغنية 25 يناير عيد الشرطة المجيد. للتأكيد على تواصل الأجيال ومواصلة التحديات والتضحيات. حضرتك من امبارح؟ أيوة. وحضرتك من النهاردة؟ أيوة. ممكن توصلونا لبكرة؟ طبعا. يلا بينا. أسرة اللواء مصطفى رفعت كانت من بين الحضور، فبمجرد الإعلان عن وجودها حرص الرئيس السيسي على التوجه إليها وتحيتها تقديرا لدور هذا البطل التاريخي في الزود عن تراب وطنه. السيدة ألفة مصطفى رفعت. شهدت الاحتفالية عرضا مختصرا لإنجازات الشرطة المصرية على مدار عام في كافة المجالات، إنجازات ساهمت في إرساء الأمن ودعائم الاستقرار، إضافة إلى التطورات التكنولوجية التي شهدتها قطاعات وزارة الداخلية لتوفير خدمة ميسرة للمواطنين. في نهايته أطلق الرئيس شارة البدء لموقع وزارة الداخلية الإلكتروني الجديد والذي يتضمن كافة خدمات الوزارة وأخبارها. لحظة ينتظرها الجميع كل عام في عيد الشرطة، تكريم أسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، حيث تم منح أسرهم أوسمة استحقاق من الطبقات الثانية والثالثة والخامسة، وحرص بعضهم على أن يتحدث موجها حديثه للشعب المصري، حديث يعكس مدى جلدهم وصبرهم وصلابتهم واستعدادهم لتقديم المزيد من فلذات أكبادهم دفاعا عن وطنهم. عمر طلب الشهادة، آخر حاجة هتبقى على صفحته: ربي غسلني بدمي واجعل ملابسي كفني واقبلني من الشهداء قبل ما يتوفى بأسبوع، قبل ما يستشهد. هو ما توفاش، هو استشهد. ابني حي عند ربنا. خدوا القدوة الحسنة من كل واحد بيقدم روحه للوطن، من كل إنسان بيسهر بيخلص في عمله بيخلي باله على بلده. قعد في سيناء 3 سنين ونص ودفع حياته في النهاية علشان خاطر مصر وتراب مصر وأرض مصر، وهتفضل مصر مصر طول العمر. من فضلكم هاتوا حق بابا على ما أنا أكبر واجيبه بإيدي. كما تم منح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز من الطبقتين الأولى والثانية تقديرا لجهودهم في العمل على إرساء الأمن ودعائم الاستقرار. رجالتنا اللي حاملنا، وحلم لاي طفل في مدرسه عايز يبقى ظابط. صح، وانا صغير كنت بحلم ان انا اطلع ظابط فرنسي. هو من احنا صغيرين دايما كنا بنشوف فيه اعجاب ببدله الظابط، وهم يقينا فعلا يستحقوا الاعجاب ده. هي مشكله ان دول اكتر ناس حياتهم معرضه للخطر. هم طول عمرهم الشرطه هم بيدافعوا عننا واحنا بنحافظ عليهم. نقول لهم متشكرين على اللي انتوا بتعملوه والمجهود اللي بتبذلوه من اجلنا من اجل امان مصر. احنا مقدرين كل المجهود اللي هم بيبذلوه عشان يحمونا واحنا قاعدين في بيوتنا. كل سنه هم طيبين وكل الشرطه بخير، وربنا يحفظ مصر وأهل مصر، وصباح الفل يا مصر. في حد يقدر يعيش بغير أمان؟ الأمن هو الحياة. احنا أكتر دولة عايشة في أمان. أمن يمثل الحياة. الأمن أساس المجتمع. لو ما فيش أمن ما فيش حياة. الأمن أساس الدولة وأساس أي دولة في العالم. مفيش دولة بتنجح من غير أمن.
اساس اي حاجه الامن. اهم حاجه في البلد ان انا ابقى حاسس بامن وانا ماشي في الشارع، حاسس بالامن. بسيب ولادي لوحدهم وانا في مشوار بره. ما هو لو مفيش امن مش هتعرفي تمشي، مش هتعرفي تاخدي راحتك، هتخافي على نفسك. والله اهم حاجه الامن والامان في مصر. كان له نصيب ان هو يقبل في كليه الشرطه، ودي كانت طبعا بالنسبه له وبالنسبه لنا فرحه كبيره يعني. كان هو جيش من هو صغير. قال له يا فندم انا عايز ادخل سينا وهخش سلاح الصعقه. نفسي اموت عشانك يا مصر، زغرتي يما قول يا امينه. راحت قالت له وانا كده ماما ابقى عروسه الجنه ولا ابقى شهيده؟ واللي مات شهيد ده بيموت. الحمد لله ربنا استجاب له دعاءه وبقى شهيد، وانا دلوقتي بقيت ام الشهيد، شرف ليا. يأتي عيد الشرطة كل عام ومعه تزداد الحفاوة بالأبطال والشهداء وسط تكريم رسمي وشعبي لأهالي الشهداء الذين قدموا أبناءهم فداء لهذا الوطن من أجل جعل رايته دوما عالية خفاقة. المزيد في سياق هذا التقرير. بحروف من نور سطر رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه أسماءهم في سجلات الشرف والبطولة والفداء، ضاربين أروع الأمثلة في التضحية من أجل حماية أرض الكنانة، لتأتي الذكرى 67 لعيد الشرطة، لتقف الدولة تعظم شهداء الذين عطروا بدمائهم صفحات تاريخ هذا الوطن. إن رجال الشرطة أبناء أوفياء لشعب مصر الأبي، أبناء يخرجون من جنبات الأسرة المصرية يحملون داخلهم قيم هذه الأسرة ومبادئها، يحفظون عهد حماية أسرهم وأخواتهم ومواطنيهم من كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع والدولة، يتصدون جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الباسلة للإرهاب وعناصره الآثمة، يسقط منهم الشهداء والمصابين والمصابون، فلا يزيدهم ذلك إلا إصرارا على صون الوطن وحماية المواطنين. لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوما عن تكريم الشهداء وأبنائهم، مشيدا ببطولاتهم في حفظ أمن الوطن ورد كيد المعتدين والإرهابيين من أجل أن ينعم أبناء هذا الشعب بالأمن والاطمئنان، وهو التكريم الذي نال شكر أهالي الشهداء. أحب أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقول كل سنة وحضرتك طيب وربنا يعينك ويقويك، وشكرا انك دايما مع اهالي الشهداء وزوجات الشهداء وبتحس بينا. ربنا يحفظك ويعينك على البلد ويعينك على المهمه الصعبه اللي انت بتقوم بيها. انا اجمل حاجه حصلت لي بعد استشهاد ابني السنه اللي فاتت الله يرحمه ان انا قابلت سيد الرئيس في 25 يناير ويكرمني ويتكلم معايا كاخ غالي جدا جدا جدا. انا حسيت ان انا بعزيه لان الشهيد ده ابني، هو السيد الرئيس أبو الشهداء بتوع المصريين كلهم وهو حريص عليهم. ورغم ألم الفقد إلا أن معنى التضحية جسدته في أروع أمثلته أسر الشهداء الذين ما زالوا قابضين على جمر هذا الوطن، مؤمنين بترابه، مؤكدين قدرته على الانتصار في الحرب على الإرهاب. ربنا يعينكم على الإرهاب وينصركم ويخليكم ويخلي مصر ويخلي الرئيس السيسي. الحمد لله وان ابننا نال الشهاده، وطبعا هي يعني حاجه صعبه جدا فقدان، ولكن القضاء واحنا راضيين بقضاء ربنا ومؤمنين ان ده واجب والحمد لله طبعا. وانا يعني انا من خلال معاملتي لابني ومن خلال ما انا شايفاه في الشباب، انا بتمنى كل الشباب عندهم حب للوطن كده وما يخافوش. هي الشهادة مش حاجة وحشة، ده مكانة جميلة ياريتنا كلنا ننولها. وكل رجالة الشرطة وهو واحد منهم وزمايله اللي أنا لبستهم كلهم عندهم يعني عندهم العقيدة ان هم اللي بيروح المكان ده عارف ان هو هيستشهد في يوم من الأيام، ودي حاجة جميلة
يا ريت كل الشباب يحب البلد ويخاف عليها ويضحي، لان اللي جاي احسن من اللي فات. مش يعني البلد كانت في حالة صعبة، وما شاء الله سيادة الرئيس نقلها المكانة، رجع مصر للاسم اللي هي تستاهله زي ما كانت فعلا مصر دايما. وبنسبة 25 يناير اللي هو عيد الشرطة، يعني دي تضحيات قدمتها الشرطة، يعني يكفي انهم 1380 شهيد قدمتهم الشرطة لغاية النهاردة، عدد كبير قوي قوي قوي، ده غير المصابين 19,000 مصاب لغاية النهاردة. يعني فوق الاحتمال بصراحة، يعني كتر خيرهم، وده مش كتير على البلد، ده مش كتير على البلد. الشهيد مش ابن لوحدي، هو ابن مصر كلها، ومش خسارة في مصر. أنا عندي عمار بس صغير طبعا لسه قاصر، لو كبير يعني عندي استعداد أقدمه كمان لمصر. وبوجه كلمة للداخلية بالكامل والمصر كلها بشعبها بشرطتها بالقوات المسلحة، الشعب المصري كله، كل عام والشعب المصري كله بخير. وبقدم تحية لضباط الشرطة طبعا، وبدعي لهم ربنا يحميهم ويحفظهم من كل مكروه وسوء. طبعا دول حماة الوطن، ربنا يحميهم، وأنا طبعا بعتبرهم كلهم ولادي. من الوقوف أمام المحتل الغاصب إلى الصمود في مواجهة الإرهاب، 67 عاما مرت وما زالت بطولات رجال الشرطة التي سطروها بدمائهم محفورة في تاريخ هذا الوطن قبل أن تحفظها ذاكرة أسرهم. فتحية إلى الرجال في عيدهم. قدم جهاز الشرطة ولا يزال العديد من رجاله فداء للوطن في مواجهة مخططات الغدر والخيانة التي داب عليها تنظيم الإخوان بهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره. ضربات استباقية موجعة وجهها رجال الشرطة ولا يزالون لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي سعى بكل ما أوتي من قوة إلى نشر الفوضى والتخريب وقتل الأبرياء. تاريخ التنظيم الحافل بالدم والقتل استلزم مواجهة أمنية شاملة لوأد مخططاته وحماية الوطن من شروره، مواجهة دفع ثمنها رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحفروا أسماءهم بحروف من نور في قلوب المصريين. واحد من أولئك الذين سوف تظل دماؤهم شاهدة على إرهاب تنظيم الإخوان، الشهيد البطل العميد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاء الدكرور، والذي حاول مقاومة عنف الجماعة الإرهابية بمنطقة بين السرايات بكل ما أوتي من قوة، لكن يد الغدر كانت أسرع فأردته مصابا بطلق ناري في الوجه عام 2013 ليفارق الحياة متأثرا بإصابته العام الماضي. كما سيقف التاريخ كثيرا أمام سيرة الشهيد البطل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، والذي استشهد متأثرا بإصابته بطلق ناري خلال عملية تطهير منطقة كرداسة من عناصر الإخوان الإرهابية عام 2013. ملحمة وطنية أخرى كان بطلها العميد عامر عبد المقصود، والذي استشهد أثناء تصديه لهجوم شنته جماعة الإخوان الإرهابية على مركز شرطة كرداسة عام 2013. لم يقف الوجه القبيح للتنظيم الإرهابي عند هذا الحد، بل امتد إلى اعتصامي رابع العدوية والنهضة، وحول عناصر التنظيم الاعتصاميين إلى ترسانة حربية ليتصدى رجال الشرطة بكل بسالة لذلك المخطط الدموي، ليسقط منهم العشرات في سبيل الوطن. ذكرى الشهداء السابقين جزء من مسلسل التضحية والبطولة الذي لا تنتهي حلقته، والذي أثبت فيه رجال الشرطة أنهم لم يتغيبوا أبدا عن اللحظة المهمة التي عاشها المصريون على مدى تاريخهم الحديث.
أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي تبني الوزارة فكرة الارتقاء بالصحة العامة وترسيخ قاعدة ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع. وخلال تقدمه ماراثون شباب الجزيرة بمناسبة ذكرى احتفالات 25 من يناير، اعتبر صبحي أن ذكرى يناير كان لها أثر كبير في تغيير ثقافة المصريين وازدياد وعيهم بالأمور، منوها إلى سعي الوزارة لاستغلال هذا الوعي لتحقيق أهدافها والارتقاء بالصحة العامة للجميع ونشر الثقافة الرياضية. خمسة وعشرين يناير بتمثل حاجات كتير. شفنا الاحتفالية اللي موجودة، شهداء اللي قرروا مسيرة الرئيس وعيد الشرطة. أكيد لازم وزارة الشباب والرياضة تشارك الحالة بشبابها، بشباب مصر، تشارك الحالة الوجدانية العامة كمان بشكل غير مباشر بشكل آخر، إكمال لحركة وزارة الشباب والرياضة في انزل واجري والمبادرات اللي موجودة للجري والمشي. ده بيدعم الفكرة أكتر، لأنه هو احنا بنحس كل الشباب المصري والشعب المصري أنه اهتمام بالصحة وأنه هو يمشي وأنه هو يجري، وحالة كبيرة الحمد لله بقت موجودة دلوقتي يعني. رسالتنا. وضع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمناسبة الاحتفال بالعيد 67 للشرطة. وأشاد المحافظ ببطولات رجال الشرطة معتبرا أنهم يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية وتقديم أرواحهم للحفاظ على الوطن. شارك محافظ البحيرة في مهرجان المشي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد 67 للشرطة. وأكد المحافظ في تصريحات لأكسترا نيوز أن المهرجان يأتي في إطار التعبير عن الحب والاحترام لرجال الشرطة الذين حملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على الشرعية الدستورية. بنهني سيادة الرئيس وبنهني السيد وزير الداخلية بالعيد الشرطة. بنقول لكل قوات الأمن وعلى رأسها سيادة اللواء جمال رشيد متشكرين على كل جهودكم اللي مبذولة في البلد. والنهاردة يمكن الشباب والرياضة نظمت المسيرة دي عشان نعبر لهم عن حبنا واحترامنا لأدائهم. بهني نفسي وبهني أهل البحيرة وسيادة اللواء هشام أمن محافظ البحيرة أخ الفاضل العظيم اللي بيقف في ظهرنا دايما. بهني الشعب المصري كل اخواتنا ورؤسائنا وقياداتنا وعلى ارضهم السيد اللواء وزير الداخليه، وهني السيد رئيس الجمهوريه لهذه الاحتفاليه الجميله. واتمنى من كل امن كل قلبي ان احنا نحقق ربوع الامن في كل ربوع مصر وخاصه في البحيره. تفقد محافظ اسيوط جمال نور الدين يرافقه مدير الأمن جمال شاكر الأكمنة والتمركزات الأمنية لتأمين الاحتفالات بذكرى 25 من يناير وعيد الشرطة. وأشاد محافظ أسيوط بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن واستقرار البلاد والحفاظ على مشروعات التنمية. وضع محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان يرافقه اللواء مجدي القاضي مدير الأمن إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمناسبة الاحتفال بالعيد 67 للشرطة. ووجه المحافظ التحية لرجال الشرطة والقوات المسلحة لدورهما في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم فداء للوطن. بمناسبة عيد الشرطة احنا بنهدي كل تحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكل قيادات الشرطة من ضباط وأمناء وأفراد
طبعا ضحوا تضحيات كبيره الحقيقه. برضو بالمناسبه دي طبعا بنهدي كل التحيه والتقدير لاسر الشهداء للمصابين في الاحداث في خلال الاعوام السابقه. ودايما انا بقول لولا التضحيات فعلا سواء بتاعه الشرطه او القوات المسلحه في الفتره السابقه احنا ما كانش زماننا واقفين هنا، ما كانش زماننا في التنميه اللي حصلت في البلد الطفره اللي حصلت في الاربع سنين او الخمس سنين السابقه. كل سنه ومصر بخير، كل فرد وضابط ومجند من الشرطة بهنيه بعيد الشرطة. بشكر اخواتنا رجال القوات المسلحة اللي موجودين معنا في هذه المناسبة على رأسهم السيد اللواء خالد، بقول له متشكرين. ودايما كده الشرطة والجيش ايد واحدة. ان شاء الله بإذن الله تعالى احنا مستعدين لأي بذل من الجهد خلال الفترة اللي جاية لاستقرار البلد. وضع محافظ بني سويف هاني عبد الجابري يرافقه مدير الامن اشرف عز العرب اكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطه بمعسكر قوات الامن بابو سليم، كما قاموا باداء صلاه الغائب على ارواح شهداء الواجب من الشرطه والقوات المسلحه بمناسبه الاحتفال بعيد الشرطه. اعرب عبد الجابر في تصريحات لاكسترا نيوز عن رضاه ازاء الاداء الامني بجميع ادارات الشرطه بالمحافظه، مشيدا في الوقت ذاته بيقظه قوات الامن في فرض الامن والاستقرار. احنا بدأنا الاحتفالات بمديرية الامن ادارة قوات الامن، وتم وضع اكليل من الزهور على قبر الشهداء، وبعد كده توجهنا الى هنا حيث استحدثت هذه الاحتفالات لمعرفة مديرية الشباب والرياضة. كل سنة وهم طيبين، وانا راضي تماما عن شغلهم واجتهادهم في الشغل في محافظة بني سويف بجميع ادارات الشرطة، سواء الدفاع المدني، المرور، كل الجهات في الشرطة. انا راضي عن العمل بالنسبة لها بكفاءة. وبالعودة لخبر الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات، تنضم إلينا زميلة جاكلين ماهر من محيط سجن ترى. إليك يا الكلمة جاكلين. تحياتي لك حسام وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل كل عام وحضراتكم بألف خير. يعني قامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية بتنظيم احتفالية كبرى للغارمين والغارمات التي تم الإفراج عنهم بالتزامن مع هذه الاحتفالات، احتفال 25 من يناير والاحتفال بعيد الشرطة. حوالي 2868 من الغارمين والغارمات، وأيضا حوالي 4063 آخرين بالعفو عن باقي مدة العقوبة، ذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسجون بلا غارمين وغارمات. وهذا القرار الراجع لرقم 52 لسنة 2019 بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم. جاء ذلك طبعا خلال هذه الاحتفالية. يعني لو ترصد لنا الصورة يا حسام عن عدد من الأهالي الذين يستقبلون ذويهم الذين سوف يتم الإفراج عنهم اليوم، يعني ربما الآن نشهد في داخل سجن ترى الآن الاحتفالية، ومن المقرر بعد قليل سيخرج هؤلاء الغارمين والغارمات. يعني قطاع مصلحة السجون قد شكل لجانا لفحص ملفات نزلاء لتحديد مستحقي الإفراج وبالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان وفقا للقرار بالإفراج عن هؤلاء السجناء. يعني ذلك في إطار حرص الوزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلا لهذه المبادرة، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكرت، سجون بلا غارمين وبلا غارمات، لتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أيضا أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. يعني وزارة الداخلية تتابع بعد الإفراج عن هؤلاء السجناء الرعاية وتوفير حياة كريمة لهؤلاء النزلاء. يعني بعد قليل ربما سنأخذ بعض يعني اللقاءات من الغارمين والغارمات الذين سيتوفرون أمام السجن، ولكن بعد الاحتفال حسام. ولكن الآن أعود إليك.
شكرا جزيلا لك جاكلين ماهر، سنتابع بكل تأكيد معك هذه الاحتفالية وسنعود لك في رسائل قادمة، شكرا جزيلا لك. وعودة مرة أخرى حضرات السادة المشاهدين لهذه الجولة الإخبارية، إذ أكد مرصد الإفتاء أن ثورة 25 من يناير كشفت أن الشعب المصري يلفظ جماعات الظلام مهما حاولت خداعه والتلبيس أو التلييس عليه باسم الدين والوطنية. وأضاف المرصد في بيان أن الثورة جسدت التلاحم الحقيقي بين الجيش والشعب من مختلف فئاته، منوها إلى أن وعي الشعب والجيش خلال الثورة نجح في وأد مخطط حمامات الدماء. وشدد المرصد على أن التلاحم بين قطاعات الشعب وقف حائط صد أمام قوى الظلام التي حاولت إيقاع الوطن في حرب أهلية لا تنتهي. عقد رئيس عبد الفتاح السيسي العديد من اللقاءات لترسيخ التعاون المصري مع المجتمع الدولي، كما افتتح معرض القاهرة الدولي في دورته 50 وشهد احتفالية عيد الشرطة. المزيد في هذا التقرير. أسبوع حافل بالأحداث على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعة أداء الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، كما يواصل تشاور الرئيس السيسي مع قادة الدول الشقيقة والصديقة لتدعيم العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائبي الوزير، شدد الرئيس على أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره العامل الحاسم في إنجاح جهود تطوير مصلحة الضرائب وكذا تحديث وتطوير المقار الضريبية، كما وجه السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية. وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلة نوعية في تلك العلاقات. وخلال لقائه مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون القائم مع فرنسا والاستمرار في تطويره بمختلف المجالات، خاصة وأنه شهد خلال الفترة الأخيرة نموا مضطردا. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس الفرنسي أكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مصر في ظل دورها المحوري لترسيخ أمن واستقرار منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط. وفي ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعادة مصر لدورها الريادي بين دول القارة السمراء، هنأ الرئيس السيسي فيليكس تشيسكيدي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين القاهرة وكينشاسا وترسيخ قواعدها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويضمن للشعبين الشقيقين المزيد من الخير والنماء والتقدم. وتمنى السيسي التوفيق لتشيسكيدي في قيادة الكونغو نحو مستقبل مشرق، معربا عن تطلعه للقائه في أقرب فرصة للاستمرار في تطوير روابط الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين. وفي ظل اهتمام الرئيس السيسي بتنمية الإنسان المصري على مختلف الأصعدة، شهد الرئيس السيسي افتتاح معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 50، والذي يقام لأول مرة بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس، والذي يعد منارة للثقافة والمعرفة لكافة الأعمار والمستويات، وهو ما يتماشى مع إعلان الرئيس عام 2019 عاما للتعليم. وكعادة مصر دائما في تخليد تضحيات أبنائها، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد الشرطة 67، حيث وضع السيسي فور وصوله مقر أكاديمية الشرطة إكليلا من الظهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة. وكرم الرئيس خلال الاحتفالية بعيد الشرطة أسماء شهداء الشرطة، وفي كلمته أكد السيسي أن التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية
سيكتب التاريخ أنها كانت من أصعب ما واجهه هذا الوطن على مدار تاريخه الحديث. إن التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية سيكتب التاريخ أنها كانت من أصعب ما واجه هذا الوطن على مدار تاريخه الحديث. وسيكتب التاريخ أيضا بحروف من نور أسماء وبطولات كل من ساهم خلال تلك الفترة القاسية في حماية وطنه والدفاع عن مقدرات شعبه، فلم يرهبه الخوف من عدو ولم ترى عيناه سوى مصلحة الوطن وأمنه واستقراره. وخلال تلك السنوات الماضية واجهتنا وما زالت تواجهنا صعوبات وتحديات انقسام، لعل أخطرها محاولات جماعات الظلام والشر إعاقة طريقنا ونشر الإرهاب بغرض ترويع مجتمعنا الآمن ظنا واهما منهم أنهم يستطيعون بالإرهاب تحقيق أهدافهم الخبيثة، وتقديرا خاطئا لقوة وصلابة هذا الشعب وأبنائه في القوات المسلحة والشرطة. كما وجه الرئيس السيسي التحية للشعب المصري في ذكرى ثورة 25 من يناير، وقال إنها عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن. لا يفوتني في هذا اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة 25 يناير عام 2011، تلك الثورة التي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بالحياة الكريمة. إننا ننتقل بثبات بعد سنوات عاصفة ومضطربة من مرحلة تثبيت أركان الدولة وترسيخ الاستقرار إلى مرحلة البناء والتعمير. نستكمل بجدية واجتهاد ما بدأناه من مشروعات تنموية كبرى انطلقت في جميع أنحاء البلاد لتغير الواقع المصري إلى ما نطمح فيه، إلى ما نطمح إليه من تنمية شاملة ومستدامة. وتسير خطوات إصلاح الاقتصاد طبقا للبرامج المدروسة بدقة وعناية وبمنهج علمي متكامل، ونحصد ثمار هذا العمل الدؤوب في مؤشرات تتحسن باطراد. الرئيس السيسي أشاد بوعي الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبته، مؤكدا تحسن مؤشرات الاقتصاد. البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي احنا تحركنا فيه لا شك كان برنامج شديد القسوة، لأن هو كان مطلوب معالجة حاسمة وعميقة جدا للتحديات وللظروف اللي أدت لأن الاقتصاد ما يوصل للمرحلة اللي كان موجود فيها. وأنا بقول لكم وبفكر نفسي بالفترة دي في نوفمبر 2016، وكان القرار يا ترى نستمر كده ولا البرنامج ده اللي احنا معمول بدراسة دقيقة وبواسطة متخصصين في الدولة نتحرك فيه. والكل كان متحسب. وانا بكلمكم على فترة كنا احنا موجودين فيها، ان تغيير سعر الصرف من 8 جنيهات او 9 جنيهات للدولار لأكتر من كده بكتير مرتين وثلاثة، فطبعا ده كان هيبقى ليه تأثير ضاغط على المصريين. بس انا عايز اقول لكم رغم قسوة هذا الاجراء او قسوة هذه الاجراءات والظروف الصعبة دي، لكن هو ده كان العلاج الناجع والحاسم لتجاوز هذا التحدي بشكل علمي وواقعي، يعني ما كانش فيه مسار تاني نقدر نتحرك فيه غير كده. الرئيس السيسي التقط صورة تذكارية مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة. وفي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 67 أطلق الرئيس السيسي إشارة بدء بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية والتطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة الذكية للأخبار والخدمات الأمنية، مما يتفق مع التوجيهات الرئاسية بضرورة ميكنة مختلف الخدمات الحكومية وتيسير وصول المواطنين إليها.
تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوى الدفاع البحرين تفقد القوات المشاركة في فعاليات التدريب المصرية البحرينية المشترك حمد ثلاثة الذي تنفذه وحدات من القوات البحرية والجوية للقوات المسلحة المصرية والبحرينية والذي تستضيفه مملكة البحرين حتى نهاية يناير الجاري. ورحب القائد العام لقوى الدفاع البحرين بالقوات المشاركة ونقل لهم تحيات العاهل البحريني وأشاد بما لمسه من روح الأخوة والتعاون المشترك للقوات المسلحة للبلدين الشقيقين. استمرارا لفعاليات التدريب المصري البحريني المشترك حمد ثلاثة والذي تنفذه وحدات من القوات البحرية والجوية للقوات المسلحة المصرية والبحرينية وتستضيفه مملكة البحرين الشقيقة حتى نهاية يناير الجاري. يأتي التدريب في إطار دعم التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز وتقوية الروابط التاريخية الأخوية التي تربط بين مصر والبحرين. وخلال الفعاليات تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين القوات المشاركة في فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك حمد ثلاثة. ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقوات المشاركة من جمهورية مصر العربية ونقل لهم تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد موجها الشكر على جهودهم في المشاركة بمختلف مراحل التدريب المشترك حمد ثلاثة. وقد شهدت الأيام الماضية أنشطة تدريبية مكثفة من الجانبين لتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات وتنظيم محاضرات نظرية وعملية على الموضوعات والتدريبات التي تم التخطيط لتنفيذها خلال التدريب. يأتي ذلك في الوقت الذي نفذت فيه القوات الجوية لكلا البلدين العديد من الطلعات المشتركة لتوحيد المفاهيم القتالية والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك للهجوم والدفاع على هدف حيوي تحت مختلف الظروف. كما شاركت القوات البحرية في تنفيذ عدد من التكتيكات البحرية والتدريب على أعمال الدفاع عن السفن ضد العمليات الخاصة والقيام بأعمال الاعتراض البحري وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة القوات الخاصة البحرية وبالتعاون مع القوات الجوية لتنفيذ أعمال التأمين الجوي والتعرف على الجديد في نظم وأساليب التدريب القتالي لكلا الجانبين. وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال رؤساء الأحياء بالبدء في مراجعة العقارات المقامة بالطوب الأحمر وإلزام ملاكها بطرائها تنفيذا للتكليف الرئاسي. وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية التي أبدت رغبتها في التعاون بتمويل أعمال طلاء المباني في الأحياء والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا أهمية مشاركة المجتمع المدني للأحياء للارتقاء ورفع كفاءة مباني العاصمة. شهد معرض ديارنا 2019 إقبالا جماهيريا في يومه الرابع، ويقام المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل بمشاركة 500 عارض وعارضة من مختلف المحافظات. ويركز المعرض على استراتيجية دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال طرح فرص تسويقية وتدريبية لرفع معدلات نمو الحرف اليدوية. أكد رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين حرص المصلحة على التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني من الغرف التجارية واتحاد الصناعات
لتسريع حل المشكلات. وخلال حضوره اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية مع مصلحة الضرائب المصرية، أشار حسيني إلى أن الضرائب تمثل قرابة 75% من إيرادات الدولة، موضحا أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه أصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 50 استقبال زائريه بمركز مصر للمعارض الدولية بتجمع 5 وسط إقبال كبير من مختلف الأعمار. ويحفل المعرض بعدد كبير من الفعاليات التي يحظى الطفل فيها بنصيب كبير وبرنامج شامل. المزيد ينضم إلينا من معرض الكتاب مراسل إكسترا نيوز إبراهيم عزت. إبراهيم لك الكلمة، وصف لنا الأوضاع عندك. على كل حال يعني إن كنت تسمعني حسام، أهلا بك من جديد من هنا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطلالته 50. وكما تعلم أن جامعة الدول العربية تأتي كضيف شرف في هذه الإطلالة والنسخة الجديدة لجامعة الدول العربية، هنا من داخل هذه القاعة، هي قاعة لضيف شرف هذه النسخة لمعرض الكتاب. وانتهت للتو ندوة كانت انعقدت فيما يخص التطورات والمستجدات فيما يخص حقوق الملكية الفكرية. معي مباشرة على الهواء مشاهدينا الكرام عبر شاشة إكسترا نيوز الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية وأيضا التي أدارت هذه الجلسة. أرحب بك عبر شاشة إكسترا نيوز بداية، ودعينا أن نتحدث ربما أهم ما جاء في هذه الندوة وما هي الأهداف ربما من كل هذه الندوات العلمية والثقافية التي تقام على هامش الإطلالة 50 لمعرض القاهرة الدولي. شكرا جزيلا، شكرا لسي بي سي إكسترا. الندوة طبعا هي شاركت جامعة الدول العربية كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في عدة فعاليات وندوات لعدة مواضيع، لكن احنا اليوم ندوتنا كانت بالتحديد مع اتحاد الناشرين العرب عن التطورات والمستجدات في مجال الملكية الفكرية. حاولنا نتلمس يعني ماذا فعلت الدول العربية في مجال حماية حقوق المؤلفين والناشرين وصناعة النشر، يعني باعتبارها من أقدم الصناعات الثقافية في العالم، وهي صناعة طبعا بتدر دخل على الدولة، وفي نفس الوقت هي بتكون هنالك يعني فوائد ومكاسب مادية وأدبية للمؤلفين وللناشرين. فحاولنا نسلط الضوء يعني على هذه القيمة لهذه الصناعة وكيفية حمايتها بالتشريعات القانونية، وما هو الدور الذي قامت به الدول العربية والحكومات العربية والجهود التي قامت بها جامعة الدول العربية. نعم، يعني بالتأكيد هناك القرصنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ربما بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت عموما، هي مشكلة بتواجه جميع ربما وحقوق الملكية الفكرية وهو عنوان هذه الندوة. هل هناك ربما أهداف أو هناك يعني حلول حضراتكم رأيتموها ربما تكون حل لهذه المشكلة أو الحد من المشاكل التي تنتج عن القرصنة عبر الإنترنت؟
طبعا هنالك حلول كثيرة وهنالك مسارات لهذه الحلول، لأنه هو لا يوجد حل واحد، يعني توجد مسارات عديدة للحد يعني من التعدي على الأعمال الأدبية والفنية والقرصنة كما نسميها. أول هذه الحلول إنه الاهتمام بتطوير التشريعات في المنطقة العربية، تدريب الكوادر البشرية المؤهلة اللي هي بتقوم بأعمال الحماية وأعمال التسجيل، في نفس الوقت الاهتمام بالانضمام للاتفاقيات الدولية. الحكومات تبذل مجهودات من ناحية إنفاذ القوانين، من ناحية القضايا في المحاكم، يعني هي حزمة تدابير مع بعض. وأنا بفتكر أنه يعني بنتهز هذه الفرصة أنه أتكلم عن أنه الفترة الماضية أتكلم عن 20 عام الدول العربية أو الحكومات العربية تحديدا بذلت مجهودات ضخمة بكل أمانة في الاهتمام بحماية المؤلفين والمبدعين، يعني جميعها لديها تشريعات، جميعها انضمت للاتفاقات الدولية، تحضر الفعاليات، ولكن الموضوع يتطلب شراكات جادة، شراكات ذكية. لذلك نحن كمنطقة عربية لدينا شراكات مع المجتمع الدولي لأنه احنا جزء منه، فبنحاول انه نواكب يعني كل هذه التطورات بمساعدة المجتمع الدولي، بمساعدة الشراكات الذكية فيما بيننا ومع المجتمع الخارجي. اختم مع حضرتك يعني هذا البث الحي من هنا من معرض الكتاب. نحن نتحدث في اليوم الثالث على التوالي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الذهبية 50. كيف تبعتي هذه الندوة وكيف رصدتي ربما ردود فعل زائري المعرض من خلال تواجدك عبر الأيام الماضية؟ أنا طبعا بصراحة تفاجأت، لقيت في إقبال على الندوة أولا، ومعناها يعني أنه الندوات والفعاليات عليها إقبال جماهيري بنفس مستوى الإقبال على الكتب. يعني أنا من ساعة ما دخلت لقيت كمية هائلة من الجمهور يعني في كل الأقسام بتحت الكتب، وجيت وجدت هنا جمهور في الندوة. فبصراحة يعني ده بيدل على أنه هي فعالية ناجحة، أنه المعنى الجمهور العربي عنده وعي كافي، متعطش للمعرفة، متعطش للقراءة، وده هو الدور يعني نقل المعرفة ونشرها. يعني بكده بتتطور الأمم يعني أكيد. صحيح. دكتور مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا لك. إذن مشاهدين الكرام، كنا مع حضراتكم من هنا من داخل معرض الكتاب في نسخته 50، وتحديدا من قاعة ضيف شرف هذه الدورة الجديدة، جامعة الدول العربية. زميلي حسام يكمل مع حضراتكم هذه النشرة الإخبارية. شكرا جزيلا لك إبراهيم عزة، مراسل أكسترا نيوز، كنت معنا من معرض الكتاب، وشكرا موصول بكل تأكيد لضيفتك الكريمة. والآن حضرات السادة المشاهدين، استمرارا للجهود المبذولة لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سجون بلا غارمين وغارمات، وتنفيذا للتوجيهات المستديمة لمعالي السيد محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم بما يحول دون عودتهم لمدارك الجريمة. فقد أسفرت الجهود عن الإفراج عن عدد 2868 من نزلاء السجون الغارمين من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض ذوي النزلاء، وكذا إنهاء أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين بلجان الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي، وذلك خلال الفترة من 10 أكتوبر 2018 حتى 23 يناير 2019. كما تم الإفراج بالعفو عن عدد 4063 نزيل تنفيذا لقرار السيد الرئيس رقم 52 لسنة 2019 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو الرئاسي ومبادرة سجون بلا غارمين وغارمات عدد 6931 نزيل منذ 10 أكتوبر 2018 وحتى 23 يناير 2019، على نحو يبرز أهمية مبادرة الرئيس ويجسد تنامي أطر التكافل الاجتماعي بين المصريين.
أيضا تنفيذا لتوجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالارتقاء بأوجه الرعاية الشاملة المقدمة للنزلاء، خاصة الحرص على الدراسة والتعليم في كافة المناحي التعليمية بدءا من محو الأمية وانتهاءا بالدراسات العليا، حرصا على مستقبلهم وممارسة هواياتهم على نحو يعود عليهم وذويهم بالنفع اتساقا مع مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتجسيدا لإعلاء مبادئ وقيم حقوق الإنسان. لذا اهتم قطاع السجون بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والأزهر الشريف والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وحث من يرغب منهم للالتحاق بها ومساعدته على استكمال دراسته بمراحل التعليم المختلفة من خلال توفير الأماكن الملائمة للاستذكار وعقد لجان الامتحانات بكافة السجون التابعة للقطاع. كما يتوافر لدى القطاع 3 مدارس ثانوية صناعية بمناطق سجون القناطر المنيا قمصة، ويدرس بها العديد من النزلاء. إضافة لما تقدم، فإنه يتم التنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية ومديريات الأوقاف لعقد ندوات شهرية داخل السجون، وكذا المطرانيات والبطريركات الإقليمية المختلفة لإلقاء دروس دينية للنزلاء المسيحيين والاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة. هذا وقد بلغ إجمالي عدد الدارسين في مراحل التعليم المختلفة خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2018-2019 عدد 5227 نزيلة. أيضا اليوم تم تكريم عدد من نزلاء السجون المتميزين لحصولهم على الشهادات العلمية بين الماجستير والليسانس وبكالوريوس ودبلوم صنايع، فضلا عن بعض المتميزين في المشغولات اليدوية والحرفية كحافز لهم ولغيرهم من النزلاء حتى يحذوا حذوهم. إلى هنا حضرة السادة المشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله، سالمين.